كلشي كلشي اللي نتاعنا اه أحبك حبين حب الهوى أحبك حبين حب الهوى أحبك حبين حب الهوى أحبك حبين حب الهوى أسي واحد الإحساس كتكون غير نتا في الطبيعة ما كاينش البشر معاك نهائيا كتحس واحد الإحساس بشكل دابا تقريبا مدة طويلة هادي وحنا غير بجوج بينا أنا وخوان صافي ما كاينش البشر كاع الطريق راه خطيرة بزاف يعني كل مرة كتبقى تريب شوفوا كاملة طاحت ها هي كاملة تهرسات وتا هادي دابا راه غطيح هادي وكلشي مشى اه نايس بارك الله الاخوان الخيرات هنا لقيت هذه الشجره هذه ديال حب الملوك يعني حتى حب الملوك كاين هنايا ما شاء الله انا غنقطف واحد خمسه ديال الحبات ديال حب الملوك اسمح لينا مول حب الملوك صدقه جاريه ان شاء الله غير بغيت ندوق ونصور المنظر وصافي الاخوان شوفوا تبارك الله حب الملوك وطايب احنا الاخوان وصلنا عاود لواحد الطريق كارثيه شوفوا هذا الجبل هذا الله يحفظ في اي في اي وقيته ممكن يطيح ها هو عافاك الجبل ما طيحش علينا دابا تندوزو انا واخوان اقسم بالله الا في اي لحظه ممكن يطيح انتما كيف ما كتشوفوا الله يحفظ شوفوا الطريق يعني خطيره الطريق هذه والله الا خطيره بالله يعني هذا الجبل هذا كيف ما كتشوفوا داك النوع اللي الصخر اللي كيتفرتت والله الا عينا بالله شحال الساعه واو واو دابا ثلاثه الاخوان والله الا ثلاثه فقدت مع الخمسة الصباح جمعت الباكتاج ساليتو مع السبعة ونص ثمانية درت الديبار ودابا ثلاثة يلا شوفوا شحال تمشي اخوان واخيرا وصلنا للمقهى اللي غنجلسوا فيها السلام عليكم اودا السي زيد بخير بخير صحيح لاباس الحمد لله طيب بارك فيك هذه هي المقهى هذه هي المقهى مقهى التفاحة جات على الطريق راه بانت لي في الجي بي اس مازال بعيدة يا بسم الله هادشي عندكم قديم داكشي ديال طبيعي اه داكشي ديال الزمن الجميل تبارك الله اخوان راه السيد من المتابعين ديالنا نعطيو الجا شي كلمة شي كلمة ودي السي زين مرحبا سي معاد مرحبا بك عندنا الله يبارك فيك الله يكبر بك ورحلة جميلة درتيها أييه وبغيناك حتى حنا تجلس عندنا واحد يوم بزاف على الطريق اللي ضرب 19 كيلومتر ما ساهلش وياه ومرحبا بك الله يكبر بك الله يبارك فيك مرحبا بك الله يبارك فيك اودي السي زيد كيف ما شتا الاخوان دابا غنجلسوا نرتاحوا في المقهى في الضيافة ديال السي زيد بالنسبة للتقاليد ديال المنطقة وشي أكلة زعما الأكل اللي مشهور عندكم تما شي أكلة اللي مشهورة اللي معروفة بها المنطقة معروفة بالكسكس الطاجين وهذا من المناطق الجبلية هذا أبادير 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 هي شي خبزة واقيلة خبزة خبزة كطيب
وسط العافيه كطيبوها في العافيه فوق الحجر في الحجر اباديل اباديل هذيك اللي زعما اللي مشهوره عندنا ولا المنطقه كيف ما شفت إجري فيها مقسومه على جوج يعني كاين واحد الضفه فوق الواد وحده من تحت مقسومه على جوج فيها اي تعمر واي تسعيد يعني هذيك القريه واقيله كتنقسم لجوج واقيله جوج قبائل كانوا مجموعين تصفروا جوج اخوانين من الاول كاع اخوان كان عمر وسعيد وموسى موسى تيتا يعقوب وعمر وسعيد راه ساكنين في قلب وعاود تفرقوا على قصور اخرين من بعد تقسموا تقسمنا رشاد انت هو عربي انت زاريني انت هكا تحمد جو تموكر تيدرين تيدرين تيمندوز ما سدين لا يتسعيد وحده اي عمر وحده من بعد ما جاو الايكلي عاد تقص عاد قسموا ايه ملي بداو كيتكثروا راه جاو ثلاثه الاخوه ثلاثه موسى وسعيد وعمر هما وعائله ديالهم هكا وبداو كيتكاثروا صافي هما وبداو كيتقاسموا كل واحد فيهم مشى يعيش هذه هي تاريخ ديال إيكلي. إذا الإخوان ها هو السي زايد زودنا ببعض المعلومات على قرية إيكلي اللي الصراحة ما عطيتكمش في الفيديو السابق لأنني سولت بعض الناس تما وما عرفوش يعني ما عندهم حتى شي معلومة فدابا حنا عطيناكم زودناكم ببعض المعلومات على هذيك القرية الجميلة اللي عجبت بزاف ديال المتابعين. وشدها 25 كيلومتر. بشدة 25 كيلومتر. منطقة جميلة الصراحة وتا هاد المقهى هادي جات فواحد البلاصة اللي زوينة بزاف هانتوما كيف ما كتشوفوا الجبال والطبيعة هنا والواد راه هو لتحت الما راه كنجيبو من مرة كنجيبو من البلاد الريزو الريزو والو كيف ما كتشوفوا الإخوان دابا راه من إيكلي الريزو كيناقص وهنا في هاد المنطقة الشبكة والو منعدمة يعني التغطية هنا زيرو كيف ما كنشوف عندي اتصالات وانوي راه حتى شي حاجة ما شادة دابا الاخوان ارتاحوا شوية من بعد ديك 16 كيلومتر ارتاحوا شوية ردوا الانفاس وهادشي اللي كاين هاي السيدة الاخوان غتهضر لكم على المعاناة ديال الساكنة ديال هاد المناطق وعلى التحديات ديالها يعني كتعتبر من ذوي الاحتياجات الخاصة ورغم ذلك مقاومة ومكافحة وبزاف ديال الحوايج دابا عطيني حقي نجي نتكرفس جبري لان كرفس نتو ثمين كلشي كرفس او انا كنت نتق انتوني في القر انا كلشي كلما تنكرفس نتدن انا بدي دي خان اي حديث شنفات شان تيتي وين تدون شان هاد الملكوب وعرض هاد كلشي هاد المزغد وغدا صافي ايوا دي سيرو بيتني وستان هادي تي 80 داخل دمان تشان تدق والو خاصك تشان مع لي فاور وشان شان تعاون يجاور يوم المعرب وضع لي جو بير خلي جاوني يا ربي ايوا انا نتعانى كلشي اللي نتعانى داج دخل 80 داج دخل ميري زنداش كلشي الخدمه ما تفهم ولا الخدمه ولا خصك لا تستغل الدنيا الكوت من وخر ما يخدم من الدنيا يعني صعب الوقت صعب دابا يا شوفوا الطبيعة شوفوا هاد الشجر هادو واعرين هاد الشجر اللي كيكون فيهم هاد اللون هذا مع الجبال مع السماء الزرقاء كيعطيو واحد الفيو خطير الحجرة هنايا كاينة في واحد الجبل كيشد فيها شوية ديال الريزو فدابا انا متجه ليها انا نوريها لكم فينا هي شوفوا المنظر كي داير واحد الجبال واعرين فشوفوا معايا هاد البلاصة اللي قال لي السيد راهي قدام دوك في ديك الطلعة راهي نمشيو نطلعوا ليها على الله يشد لينا الريزو غير باش نصيفط ميساج لصحاب الدار نطمئنهم عليا لانني نهار كامل ما تكونيكتيتش فخصني ضروري نصيفط لهم ميساج باش يبقاو هانيين غيبقاو مشطونين ومشوشين للاسف الاخوان
حنا رجعنا ما لقيناش الريزو للاسف، والو ما كاينش. دوماج، حبيت نجي نزور خوان قبل ما نمشي للبلاصه اللي غنجلس فيها، نطلع عليه نشوف كيفاش الدعوه تما ونطلع نمشي الرياح. والسبب ديال التعطال هو الريزو، يعني ما كاينش شي سبب اخر من غير الريزو. هادشي اللي كاين الاخوان، كيف ما كتشوفوا هنا الدنيا راه مخضره، يعني اخوان غايشبع عيشباع، ماكلة مع راساتو ماكلة وشرب. واو اخوان كيبان ناشط، شبعتي ولا مازال؟ ها شبعتي ولا مازال؟ والله الا كان الفيلم غيتكرر الاخوان. شو سبحان الله، بديت كنقول نجي لعندو ما نجيش لعندو، نجي لعندو واحد اللحظة وانا نقول نمشي نشوف. ملي جيت لقيت ديك العقده اللي في الرجل ديالو ترخفات، يعني كون ما كنتش جيت كان نفس السيناريو غيتكرر، كان غيهرب. ولا هرب هنايا راه مشكله، هنايا ديك في ايكلي فاش هرب لي، يعني كاينين الناس والدوار صغير، فدغيا لقاوه ودغيا عرفوه بانه ديالي وجاو علموني قالوا لي ها فينا هو. ولكن هنا ما كاينش البشر، دونك الا مشى مع هذا الخلا هذا يعني ما كاينش اللي غيسيق له الخبر وما غنلقاهش، يعني غيكون صعيب عليا باش غنلقاه. انا جبته باش يشرب، يشرب مزيان. يلا هرب 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 يلا هرب 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 هرب. هو غير رجع خيلها. هرب ايوا 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 الاخوان هو رجع خير. يلا نرجعوا دابا للبلاصه ديالي، يلا دابا نمشيو للبلاصه ديالي. يلا جري هرو، يلا جري. دابا الاخوان نمشيو نحيدو الصباط ونرتاحوا شويه من بعد النهار هذا، عييت فيه لان ما فقت بكري، نعس معطل البارح سهرت وفقت بكري. وراكم عارفين النهار كامل في الشمس وفي مشيه، دونك عييت بزاف، خاصني نمشي نرتاح دابا ضروري لان عييت هذا ما كان. Thank you.